للحديث أكثر ينضم إلينا السيد مفضي المومني والأكاديمي والكاتب في الشأن العام. أهلا بك معنا. عملية القصف على غزة تتواصل في يومها 25، هل بدأ العالم باعتقادك يتكيف مع أنباء الموت والدمار مع الاكتفاء ببيانات التحذير والتنديد؟ طاب يومك وطاب يوم جميع الأخوة المشاهدين في العراق وجميع من يشاهدنا. قضية التكيف وقضية الحرب الدائرة حاليا، وهي بالمناسبة حرب غير متكافئة، لكن نظرتنا لحماس كقوة وذراع عسكري وما حدث في 7 أكتوبر يعني بتخلينا ناخذ الأمور بطريقة أنه في تكافؤ. العالم الآن يعني يتفرج كما تفرج سابقا، هذه ليست أول هجمة للعدو الإسرائيلي على قطاع غزة، هنالك 7 هجمات سابقة ومات فيها الآلاف. القضية الآن قد تكون الأصعب بما مر، سابقا لم يكن هنالك الندية والتكافؤ والضربة الموجعة أو بالأحرى الصفعة اللي قامت بها أو قام بها الجناح العسكري لحماس في طوفان الأقصى. لكن الآن إسرائيل الآن في وضع يعني خلينا نقول صعب جدا، سواء كان بالنسبة للساسة وسواء كان بالنسبة للشعب، وهنالك يعني صراع قائم وجدل قائم بين الجهتين. وشفنا رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يعني القائد باعتبار، وكيف رمى في الموضوع على الأجهزة الأمنية في الإخفاق اللي حصل في 7 أكتوبر على الأجهزة الأمنية وعلى أجهزة الاستخبارات، وتراجع عن ذلك. بالتالي العدو الإسرائيلي الآن بيقوم بشن غارات، والغارات هاي شفنا يعني تأثيرها الأكبر هو على المدنيين، ويعني يمكن وصل الرقم ل أو تجاوز 8000 شهيد في غزة من الأطفال والنساء والشيوخ إلى آخره، لكن التأثير قد يكون قليل جدا على المقاومين، كونهم زي ما بنعرف أنهم يعني متمترسين تحت الأرض في الأنفاق وعندهم استراتيجياتهم العسكرية. الآن العالم هنا المشكلة أنه نتعود على صور القتل في ظل سكوت عالمي وتواطؤ غربي أمريكي مع الكيان الصهيوني وما يحدث في غزة، وهذا على فكرة يعني حتى يعني بتظل شعوبنا العربية حية وبتظل شعوبنا العربية مقاومة وصاحبة قضية، وتنظر إلى اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين كامل فلسطين. لكن البعض قد يعتاد على صور القتل ويستمرئها وتصبح روتين طبيعي يومي كما نشاهد وكما نتابع على شاشات التلفزيون في شتى وكالات الأنباء العالمية، لكن كل هذا لا ينفي وجود قضية، وقد تكون هذه المرة مختلفة عن المرات الماضية تمام، لأنه العدو الإسرائيلي الصفعة اللي حصلت له واللي يعني كسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، نعم، والجيش الذي دائما يسجل الانتصارات. نعم أستاذ مفضي، يعني هناك دعوة فلسطينية سعودية لعقد جلسة غير اعتيادية للجامعة العربية، ما هي فرص تحشيد موقف عربي ضاغط على المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء ما يحدث في غزة برأيك؟ للأسف الموقف العربي أنا بقدر أقسمه لقسمين. صحيح الآن يعني في بعض البلدان العربية زي الأردن هنالك وحدة بين الشعب والقيادة في التوجهات، بعض البلدان العربية تقف موقف خلينا أقول يعني كحكومات موقف المتفرج، والسر في هذا يعني هذا مش سر، الهيمنة الأمريكية والغربية على دولنا وعلى حكوماتنا قائم، بالصورة هاي يعني صار من الصعب انه نشوف اي تحرك عربي. والجامعة العربية وهذا يعني قد تجتمع، ولكن للأسف هي غير مؤثرة، القرار النهائي موجود في الغرب وعند العدو للأسف. يعني بنجتمع نكتفي بالشجب بالاستنكار، يعني كنا بنشوف المساعدات الآن من شتى الدول العربية ومن الشعوب العربية تصل إلى رفح، لكن
القرار في النهاية عند جندي إسرائيلي على المعبر، بدخلها أو ما بدخلهاش بقرار سياسي. نعم. فالجامعة العربية للآن ما كان في عنا أو ما كان في عنا رد الفعل الواجب في ظل ما يحدث وفي ظل الفظائع اللي حصلت في الغارات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة. فإحنا نتأمل إنه العرب يجتمعوا وأنهم يكونوا مؤثرين، وهذا التأثير لا يكون بالكلام ولا بالتصريحات الرنانة ولا بالعواطف. فلسطين والتحرير وقضايا التحرير بحاجة للتضحية، بحاجة للمواقف. نعم. والمواقف هاي أن تكون على الأرض. لم نرى إلا شجب واستنكار إلى آخره. هنالك بعض المحاولات مع الجهات الغربية، ويعني كلنا شفنا، والآن يعني في التقرير يعني الأمريكان ما بأيدوا وقف إطلاق نعم النار. نعم، يعني أستاذ مفضي، يعني الإدارة الأمريكية أعلنت على لسان جون كيربي أنها لا ترغب بوقف إطلاق النار وتفضل وجود هدنة مؤقتة. هل يعني ذلك إعطاء ضوء أخضر جديد لإسرائيل للمضي بعملياتها العسكرية وبزخم أكبر ربما؟ نعم صحيح، والضوء الأخضر معطى من بداية الحرب، وشفنا تهافت الرؤساء من الدول الاستعمارية سابقا والاستعمارية حاليا. استعمرونا سابقا حقيقة، لكن يستعمرون الآن بالوكالة. ويعني زي ما شفنا أنه الأمور وصلت إلى درجة، يعني مش قادر أحكي التعبير، أنه كانوا يعني في السابق يعني على استحياء أو بالخفية، لكن الدعم واضح لإسرائيل. إسرائيل هي في الأخير مشروع استعماري، احتلال الأرض، مغمضين أعينهم عن كل حقوق الشعب الفلسطيني عبر عشرات السنين. كثير من قضايا القتل وقضايا التنكيل وقضايا الإغلاقات والسجن الأكبر في غزة، كل هذا بنشوفه، لكن الدول الغربية هي متواطئة تماما مع إسرائيل. وقضية وقف الحرب، إسرائيل تريد أن ترد الاعتبار للصفعة 7 تشرين. فرد الاعتبار الآن، إذا توقفت الحرب، حماس والجناح العسكري وكل القوى السياسية في غزة ستضع شروطها، والشروط ستكون مذلة، وأولها تبادل الأسرى، واللي مقابله بتطلب حماس، وأعتقد أنها لن تتنازل عن ذلك، تبييض السجون من جميع الأسرى، الجميع بالجميع. نعم نعم. فهذه قضية، يعني قضية مش سهل إسرائيل توقف إطلاق النار. هي لن تشبع من الدم، هدفها الرئيسي حماس، لأنه إذا وقف إطلاق النار تبقى حماس وتبقى قوتها. والتجربة السابقة في السبع يعني مرات اللي شنت فيها العدوان على غزة ظاهرة، كانت حماس ضعيفة، لكن حماس عملت على نفسها وأعدت العدة جيدا، وأعتقد أن عندهم يعني فكرة ومخططين وعارفين شو ردات الفعل اللي راح تصير. نعم. ولكن يعني نبقى نقول أنه التحرير ودحر العدو ودحر الاحتلال بحاجة إلى تضحية. طيب أستاذ مفضي، الإحصائيات يعني تتحدث عن معدل مرعب يتمثل بمقتل طفل في غزة كل 5 دقائق. أين هي المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية للمجتمع الدولي؟ وبماذا يمكن أن نفسر هذا الصمت؟ يا ستي، المجتمع الدولي للأسف يكيل بمكيالين. كلنا كنا نشوف لما يحدث أي عملية من قبل الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة، نعم، كل العالم كان يتحرك ضده. لكن الآن كلنا بنشوف تصريحات سياسيين الغربيين والأمريكان بتحدثوا دائما عن إسرائيل، بتحدثوا دائما عن حق إسرائيل في الرد، بتحدثوا ويغمضوا أعينهم. وهذا مش جديد، يعني هذا مش ابن اليوم ولا ابن الحرب الدائرة حاليا، هذا ابن سنوات من الاحتلال. دائما وأبدا يكيلوا بمكيالين، الدبل ستاندرد زي ما بسموه، اللي يعني بتعاملوا فيه انه يعني دم العربي لا يؤخذ به، الضحايا، الشهداء، التنكيل، التدمير، اختراق القانون الدولي اللي بتقوم فيه اسرائيل كل يوم، هذا كله ما كان ليتم لولا الحماية الغربية الأمريكية لإسرائيل، وهي محمية زي ما بنشوف بالفيتو
في الأمم المتحدة ومحمية في القضاء الدولي ومحمية في كل الجهات. حتى الإعلام الغربي للأسف وكلنا بنشوف أنه بطريقة أو بأخرى يزيف الحقائق ويحاول أن يشيطن كل شيء يخص الفلسطينيين ويعتبرهم شعب همجي وشعب إرهابي وشعب كل الصفات، لكن لما بتعلق الأمر بالصهيوني الأمر مختلف تماما للأسف. نعم. فالتوقع من الدول الغربية في ظل الخنوع العربي، في ظل السكوت العربي، في ظل عدم وجود موقف عربي مؤثر، احنا ما بنقول الآن انه بدنا نحارب، قد لا تكون موازين القوى متساوية او لصالحنا، لكن لدينا الكثير من الأمور الاستراتيجية اللي ممكن نأثر فيها على الدول الغربية. للأسف نسمع كثير في الأخبار وكلكم شفتوا انه في كثير من التخاذل، حتى هنالك يعني أخبار لا أعرف قد تكون صحيحة أو قد لا تكون صحيحة، أنه هناك أقرب الناس، وخليني أحكي ناس مسؤولين وسياسيين، بتكلموا في العلن شيء وفي الباطن يطلبوا من أمريكا تصفية حماس. فضمن هذه الأطر وضمن هذه المعطيات قد يكون من الصعب جدا أنه يعني يكون في دعم حقيقي للشعب الفلسطيني. نعم، وضحت الصورة. نعم، يعني ظهر وتظاهرت وتشجب قلوبها معهم، لكن زي ما بيحكوا عنا بالمثل ما باليد حيلة، ولكن يبقى وتبقى فلسطين ويبقى العدو الصهيوني عدو محتل، والقضية هي قضية عقائدية، هي ليست قضية. نعم. يعني زي ما بيحاولوا يعملوها مصالح وقضية أرض وقضية، لا، القضية أكبر من ذلك، هي قضية وجود. نعم، الأكاديمي والكاتب في الشأن العام الأستاذ مفضي المومني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.